زمن الاسطوانات غير زمن بليه. طيب يا سيدي، احنا شفنا دلوقتي اراء الناس، لا يعني الاعلاميين والسياسيين والجموع المحتفلين بهذه الصفقة العظيمة. طب ما تيجي نشوف الناس، الناس قالوا ايه على الصفقة دي؟ اللي هو الكلام اللي قاله علي الدين هلال، هل الناس تقبلوا هذا البيع؟ خلاص بقى الامور الحمد لله استقرت والبلد راحت في مساحة كويسة. احنا ناخد فيديوهات الناس على راس الحكمة، مش على الاسعار. الاسعار دلوقتي لسه الناس بتصرخ من الاسعار، بس هنشوف الناس بتعلق تقول ايه على فيديوهات راس الحكمة. نبدأ كده مع بعض. بصوا، وانا يعني سعيد بموضوع راس الحكمه ده وقلقان، يعني سعيد طبعا ان خطوه استثماريه جميله وكله تمام، بس انا قلقان ان يفضل الاتيتيود بتاع الحكومه ان كل شويه تحطنا في ازمه دولاريه وبعد كده تفرفر وبعد كده تحصل حاجه زي كده، لان دي ما اسمهاش استدامه، ده اسمه يعني ايه، فاير فايتنج. فاحنا مش عايزين فاير فايتنج بقى، يعني نتعلم بقى. كفايه قروض، مش عايزين قروض، خلاص كفايه قروض، كفايه استدانه، كفايه، وعايزين تصنيع، وعايزين بقى حاجات. خلاص عملنا الانفراستراكشر وكله تمام الحمد لله. بصوا، طيب حد بيتكلم كلام علمي واقتصادي اهو، نشوف بقى واحد من الشباب العاديين بعيد عن الكلام العلمي والاقتصادي بيقول ايه، نسمع راي الشباب. رأس الحكمة وصفقة رأس الحكمة و 35 مليار دولار وحاجة زي الفل. طبعا امبارح اعلن عن صفقة رأس الحكمة وفي مليارات دخل او دولارات والدنيا تبقى زي الفل، فدي حاجة كويسة جدا. المهم ترحموا رأسنا احنا بقى، يعني ترحموا رأسنا من التفكير في الاسعار والحاجات اللي بتغلى كل شوية والدنيا، والحاجات اللي عايزين تاخدوها من المصريين بره ومصريين جوه والشغل دوت. يعني ما نلاقيش الكام مليار دول الداخلين ايه عشان نعمل اطول برج في العالم واكبر نجفة واكبر مش عارف ايه الحاجات الحلوة اللي احنا بنعملها دي، يعني حطهم في حاجة مفيدة يعني، او حطهم في البنك ونعيش على فوائدهم يعني لو مش هتعرف تصرفوهم يعني، فربنا يستر. حطهم في البنك تعيش على فوائدهم. طبعا ده بيوصف الحالة بتاعت اللاثقة الموجودة تماما، لا ثقة مطلقة في هذا النظام وأدائه، لا ثقة مطلقة. ناس عارفة بالظبط، عارف أنت بالظبط زي ما شبهت لكم كده، الراجل السكير العربيد اللي جات له فلوس وهو الحارة كلها أو الشارع كله عارف أنه مش هيصرف فلوسه على عياله ويأكلهم ويشربهم بدل ما هم جعانين كده، هيضيعها على القمار والخمر، نفس القصة كده. فسبحان الله كل شغل يتكلم على، شفت اللي قبله قال لك بقى يتكلم على التصنيع، وده بيقول لك بقى يعني هي دي حالة الشعب. فقدان ثقة مطلقة. سيبك بقى من العبط بتاع اللجان الإلكترونية والناس اللي متسلطة والحاجات دي والناس المستفيدة، ده فقدان ثقة مطلقة. طيب نشوف تاني واحد من المواطنين تاني. الاستثمار في رأس الحكمة، مشروع الاستثمار المشترك بين الإمارات ومصر في رأس الحكمة ودخول دولارات وعملة صعبة بمبالغ كبيرة إلى مصر، ده كلام ممتاز وزي الفل. الاستثمار الأجنبي مطلوب، وخصوصا لما يكون معمول مرتب وبطريقة صحيحة ومرتبة. بس هل الاستثمار ده والإنجازات دي هتنعكس على الأسعار في مصر؟ هل الأسعار هترجع على الوضع اللي كانت عليه؟ هل الأسعار هترجع على الوضع اللي كانت عليه الأول أو حتى تنزل للنص؟ هل المواطن الغلبان اللي تحت خالص اللي مستني أمل من ربنا عز وجل إن وضعه يتغير ويبقى أحسن، هل الإنجازات والاستثمارات دي هتنعكس عليها؟ لو انعكست على المواطن الغلبان المحتاج بجد البسيط يبقى كده الاستثمار معمول بطريقه صحيحه. اما لو استثمار اتعمل وانجازات اتعملت وما انعكستش على الاسعار ولا على المواطن البسيط في مصر، ما هو كده يا جماعه بقول لكم انه معركه الوعي خلصت. عشان كده بقول لكم يعني انه احيانا الواحد بيفقد الحماسه في العمل، لانه بالاساس دورنا في الاساس هو دور توعوي، وفي ناس غريبه جدا بتخلط ما بين دورنا كاعلاميين ودورنا كسياسيين او محركين. يقول لك انت اعلامي، انت خلاص بقى كشفت النظام، طب ما تشوف حاجه تانية تعملها. المفروض انا اللي غير النظام، انا قمت بواجبي ودوري. كل واحد في البلد دي لازم يقوم بواجبه ودوره، لا مهم الكلام ده. بس اصل يقول لك ايه، والاعلاميين خلاص هم دلوقتي احنا عرفنا ان النظام مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، فين بقى دوركم في تغيير النظام؟
انا دوري عملته حضرتك، انا دوري في معركة الوعي، والحمد لله ديك شايف مواطن بسيط زي كده بيتكلم كلام يعني قريب من اللي بيدرسوه في كلية اقتصاد وعلوم سياسية، فاحنا الحمد لله قمنا بدورنا في معركة الوعي. معركة التغيير بقى محتاجة ادوار تانية، مش دورنا احنا بس. يعني نختم بواحد من هؤلاء. لعبة ومشروع استثمار راس الحكمة و35 مليار وبتاعه لعب. ألف 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 مبروك، ألف 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 مبروك دولة الحكومة الشقيقة على الاستثمار الرائع دوت وعلى المشروع الجميل ده، وإن شاء الله يا رب يعود عليكم بالخير، ويعني ربنا يكرمكم يا رب. وأنا عارف، أنا عارف إن برضو الأسعار مش هتنزل، وانا بصراحه استسلمت يعني فوضت امر لله، يعني انا عارف ان انتوا ولا هتنزلوا اسعار ولا هتعملوا حاجه، لكن انا برضو حبيت ابارك لكم. بس انا ليه عندكم طلب صغير بقى، بما ان ايه كده كده الدنيا خربانه وكده كده مفيش اسعار هتنزل ولا نيله. لعبت كنت عايز اعرف الطلب اللي طلبه، لكن زي بعضه. الأستاذ خلف الحبتو يطلب التخفيف على أهل غزة. خلف الحبتور الملياردير الإماراتي المشهور بيتكلم على المبادرة دي، وإن هو كان عايز يشتري فندق ريجال هايتس هوتيل اللي هو أعتقد في العالمين، وقال إن احنا دخلنا في مفاوضات لشرائه ولكن صدمنا بالأسعار الخيالية المطلوبة للبيع والتي تتخطى الواقع. بيقول لك احنا دلوقتي يا جماعة نتكلم بالعقل، ولو أنتوا جاهزين احنا نشتري. وأنا من رأيي يا جماعة انكم تبيعوا. الراجل خلف الحبتور ده بتبيع، وراجل ملياردير وبيعرف يشغل الفلوس وبتاع، وقال لك اديني شارع صلاح سالم وانا اسدد بيه ديون مصر. فانا من رايي بصراحه تقولوا تعالى يا عم خلف، خد، انت عايز تسدد ديون مصر، خد صلاح سالم. ها، خد صلاح سالم يا عم، اقول لك خد وسط البلد، اطلع ما اطلع خد اكتوبر وانت رايح خده، وانت نازل كده على الجيزة على اول شارع مراد خده، يعني مش هيغلى عليك والله، بس سددنا الديون وخلصنا. ما هي دي مشكلة فكرة الاقتصاد اللي بنتكلم عليها كلنا، اللي هو الاقتصاد العمراني الريعي. ليس هناك اقتصاد في مصر لا زراعي ولا صناعي، ومن اجل ذلك لن تجد شيئا. هو السيسي طلع اتكلم في قبل كده في المؤتمر اللي هو عمله يوم 24 ده، وقال لك احنا عايزين تصدير 100 مليار. لو كان هذا هو الهدف، والله يا جماعة أنا قلت الكلام ده أكتر من مرة، هذا الرجل السيسي ده حاز على فرص لم يحوز عليها لا جمال عبد الناصر ولا السادات ولا مبارك، سيبك مرسي ما خدش أي حاجة الله يرحمه، فرص مش ممكن. فلوس زي الرز جات من الخليج، رز بجد، مليارات من الديون، قبضة قمعية ما كانش في حد بيعترض وبيحكم بحكم فردي مطلق يعمل اللي هو عايزه. مفيش حاجة حصلت، مفيش دولة لغت دولة تماما، مفيش حد تمتع بكل هذه الميزات فيما انحكه مصر قبل ذلك. لو كان عمل المشروع بتاع، لو كانت لديهم الرغبة الحقيقية في العشر سنين، انتوا فاكرين احنا حلقات الجمعة من زمان كنا توقفنا عند فكرة احنا بنجيب دول انجزت، وجبنا اكتر من دولة كنموذج، منهم اخرهم بنجلاديش، دولة الفقيرة جدا اللي راحت دلوقتي ركزت في الملابس الجاهزة وعملت طفرة فيها. اعمل مشروعين، اختار هدفين زي بنجلاديش او زي الهند او زي فيتنام. فيتنام بتلعب دلوقتي في الكوتشيات الملابس الرياضية، الهند في الهاردوير والسوفت وير، بنجلاديش بتلعب في البنطلونات الجينز. اختار لك حاجتين ثلاثة وقول هما دول المشروعات بتاعتي. تمام، الكلام ده قلته اكتر من مرة، مع مشروع قومي لان السياحة تبقى هي القاطرة الحقيقية. بقول لكم تركيا السنة اللي فاتت 54.3 مليار دولار، يعني الفرح اللي معمول ده على 35 مليار اللي بعنا بيهم البلد، واللي نصهم تقريبا تركيا جابت اكتر منهم في السياحة بس. لو عندك قدرة حقيقية لإدارة اقتصاد مش هتعتمد على تعال نبيع الحتة دي، طب تعال نبيع الحتة دي، طب تعال نبيع الحتة دي. 10 سنين، 11 سنة من 2013 ل 2024، 11 سنة وانت محلك سر، وانت محلك سر. تجارب الدول اللي احنا عرضناها دي سواء بنجلاديش او ماليزيا او غيرها كلها خلصت في 10 سنين. مهاتير محمد نقل ماليزيا هذه النقلة في 10 سنوات.
لو كنتم تعقلون.